بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حابب أشكر القائمين على موقع نقابة المحامين على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية لإسراء الحياة القانونية. ثانيا حابب أشارك في الموضوع الأول المطروح بعنوان الحكم لصالحي، وذلك للأسباب الآتية. الحكم اللي أنا حابب أشارك بيه صدر من الدائرة الرابعة محكمة جنايات الإسكندرية في جناية سرقة بالإكراه مقترنة بجنحة ضرب ترك أثر جرح غائر في الوجه. جريمة يقشعر لها الأبدان من أول وهلة كده، تحريات المباحث بتؤكد صحة الواقعة، وجود شهود إثبات، في مسروقات. فكان لزاما علينا يكون تفكيرنا خارج الصندوق، نفكر إزاي نساعد السلطة القضائية في تحقيق العدالة ونكون شركاء بحق، إزاي نكون شركاء بحق. فكان لازم إن احنا نبحث عن الحقيقة في مكان وقوع الجريمة، ونعمل تحقيق استقصائي، ونروح بنفسنا ونشوف هي الساعة اللي حصل فيها الجريمة، مع وجود الكثافة المرورية، مع وجود كردون أمني لتأمين منشآت حيوية، هل من المتصور أو المعقول أن تحدث تلك الجريمة في ذلك الوقت كما زعم، أو في ذلك المكان كما يزعم المجني عليه؟ وكمان بنبص للمستشفى اللي تعالج فيها ولجأ إليها المجني عليه لتقطيب جرحه. فكان لازم نبص على موقع جوجل مابس ونبتدي نطبع خرائط توضح وجود 7 مستشفيات من مكان وقوع الجريمة المزعوم ومكان المستشفى اللي هو توجه إليه. وبسؤال أيضا المحيطين لمكان وقوع الجريمة، هو حصل جريمة سرقة بالإكراه هنا قبل كده؟ حصل شخص استعان بالمرة أو حسيت إن وضع مريب بيحصل؟ في شهود نفي، لا ما حصلش هنا الموضوع دوت، حصلت مشاجرة وهو لجأ ان هو يتهمهم ان هو حصل الموضوع هنا، ولما جت التحريات قلنا لهم ان ما حصلش الموضوع هنا. ففكرة شهود النفي تأكد الحقيقة وتودي للي احنا عايزينه اللي هو تحقيق العدالة. فكان لازم ايضا اللي احنا نقدم الخرائط اللي احنا وصلنا لها، ونقدم الصور الفوتوغرافية اللي التقطناها بمكان وقوع الجريمة. والحكم الصراحة يعني أنا بعتبره كان وسام على صدري في الفترة دي، لأن فكرة إن هو في كلمتين كده اللي هما بالنسبة للأساتذة طبعا هما دارجين، بس دول الكلمتين المشجعين في الحكم، لما بيقول وما أبداه دفاعه من دفوع ودفاع تراه المحكمة الأولى بالاعتبار على أدلة الثبوت في شأنه والتي افتقدت ثقة المحكمة. الفكرة دي فكرة ان المحكمة ترجح كفة النفي، كفة الدفاع، كفة شركائها في تحقيق العدالة، فكرة قيمة جدا وما ينفعش نستهين بيها. فبذلك بيكون بحثنا عن الحقيقة بكفة الطرق القانونية اللي بيخولها لنا القانون. فكان الحكم برضو في اوله بيوضح في أسبابه إن إحنا قدمنا صور فوتوغرافية لمكان الواقعة بالقرب من تمركز أمني للتدليل على عدم المعقولية. الحكم ما استهنش بما قام به الدفاع، ما استهنش بالمجهود المبذول للمشاركة في تحقيق العدالة، وكنا بنوضح كده للمحكمة أثناء مرافعتنا إن ده من صميم عملنا، المشاركة في تحقيق العدالة من صميم عملنا، وهو ده الرسالة اللي إحنا بنحاول نقدمها. دي مهنة وأب نربح منها، ولكن في جزء منها رسالة سامية اللي احنا وصلنا سوا للعدالة، وصلنا سوا اللي انا طرحت الحقائق اللي قدرت اوصل لها والجهات ما قدرتش توصل لها، او الجهات القائمة على تحقيق العدالة ما قدرتش توصل لها. ففي شريك وفقا للمادة 198 من الدستور يشارك السلطة القضائية في المحاماة، مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. فقمنا بدورنا دوت، والحكم كان وسام على صدرنا بالحاجات البسيطة اللي أنا حبيت أشارككم بيها. وإن شاء الله مزيد من الأحكام لكل الزملاء، ومزيد من الأحكام لمكتبنا، ويكون دورنا فعال ودورنا حقيقي. وحابب في آخر الفيديو اللي أنا أشكر النقيب الفقيه رجاء عطية على المجهود المبذول، ولكني كسائر المحامين انتظر المزيد والمزيد والمزيد. وشكرا للقائمين على موقع نقابة المحامين.